ننتقل الآن إلى ساحات الحرم المكي الشريف مع الزميل تركي المالكي. لا أعرف إن كان تركي المالكي يسمعني أم لا. تركي المالكي، إليك الحديث. أنا لا أعرف إن كنت في ساحات الحرم المكي أم في مكان آخر، لكني متأكد أنك تتواجد حيث يتواجد حجاج بيت الله الحرام. إليك الصوت والصورة يا تركي. طيب، شكرا محمد، يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. والمشاهدين الكرام، أنا أتواجد الآن في إحدى مقرات سكن الحجاج بمكة المكرمة، وتحديدا حجاج جمهورية باكستان الإسلامية. وكما تعلم ويعلم المشاهد الكريم بأن مكة المكرمة أطهر بقاع الله بدأت منذ وقت مبكر في استقبال الآلاف المؤلفة للحجيج، تحفهم العناية الإلهية وتغمرهم السكينة والخشوع. هنا في هذا المكان تكتمل الخدمات وتتضافر الجهود، وتحالف كبير عظيم مبارك من كل الجهات، سواء كان ذلك على النطاق الحكومي أو الرسمي أو حتى فرق التطوع. الآن نلتقي بالمتحدثة باسم فريق روح مكة للتطوع الأستاذة فاطمة العتيبي، تحدثنا عن جهود هذا الفريق في استقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة ووصولا إلى مقرات السكن. حياكم الله أستاذة فاطمة، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، حياك الله يا أستاذ تركي. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا كفريق تطوعي، فريق روح مكة التطوعي، وبمشاركة مع فريق روفان التطوعي، قمنا بعمل عظيم وشرف، هي استضافة حجاج جمهورية باكستان بفندق عرب المشاعر في مكة المكرمة. طبعا كان الاستقبال عبارة عن استقبالهم بالحلويات المكية والمطبوعات والمنشورات المترجمة باللغة الباكستانية. فالحمد لله يعني كان هناك احتفاء بهي صراحة وشيء يثلج الصدر، والحمد لله. على الطريقة الحجازية يعني استقبالكم للحجاج، طبعا يعني يدخل في يعني مظاهر الاستقبال والترحيب ماء زمزم المبارك وأشياء أخرى، يعني حلويات والسباح والماء زمزم اللي عبارة عن جكات كذا حتتوزع عليهم جرات من الماء الزمزم، وأيضا الحلويات اللدو واللبنية. جميل، هذه يعني أشياء جميلة من التراث المكي المعروف. بالنسبة لفريق روح مكة التطوعي، هذا يعني يتبنى مبادرات معينة أثناء المواسم؟ نعم، هناك عدة مبادرات بإذن الله حيشارك فيها الفريق تحت مظلة جمعية مراكز أحياء مكة. من أهم هذه المبادرات اللي مكة كلها حرم، حيكون هناك في استقبال للحجاج في قطار الحرمين، حيكون توزيع وجبات غداء وتوزيع ماء زمزم إن شاء الله بإذن الله. الفريق يتواجد في مقرات السكن فقط أو في الميدان، يعني في فرق معينة؟ في كل مكان حيتواجد، في المطارات، في القطارات، في الحرم المكي أيضا، ففي عدة مناطق إن شاء الله بإذن الله حيكون هناك مراكز حيكون يتواجد في الفريق روح مكة التطوعي بإذن الله. إن شاء الله. بالنسبة للجنسيات الحجاج اللي بتخدموهم أستاذة فاطمة، جنسيات محددة أو يعني عامة الحجاج؟ عامة الحجاج، وفي ظل التسهيلات والجهود العظيمة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، نحن كفريق نفتخر ونتشرف في خدمة ضيوف الرحمن. الله يعطيكم العافية. طبعا الفريق يعني مستمر في العمل حتى في منطقة المشاعر، في مشعر منى، عرفات، مزدلفة، لكم جهود في المشاعر؟ إن شاء الله حتكون هناك عدة مبادرات بإذن الله حيكون لنا تواجد، وأيضا في عندنا لدينا شراكات متعددة، لدينا شراكة سقيا زمزم كان بالتعاون مع منصة إحسان، أو أيضا لدينا كمان شراكة مجتمعية مع أمانة العاصمة المقدسة في إزالة التشوهات البصرية، وأيضا كان لدينا شراكة مجتمعية مع شركة الاتصالات STC في توزيع 1000 مظلة على الحجاج إن شاء الله. أو أيضا من أهم أبرز أعمال الفريق اللي هي ترجمة لغة برايل، تدشين أول منيو بلغة برايل في اليوم العالمي للإعاقة. الله يعطيكم العافية، بارك الله في جهودكم أستاذة فاطمة، موفقين. وإذا تبي يعني تحبي تضيفي أي شيء آخر تفضلي.
أكيد من خلال قناتكم القناة السعودية. حابة أشكر قيادة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات اللي يعني وفرتها لنا وسخرتها لنا. أيضا حابة أشكر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأخص بالشكر مدير إدارة التطوع الأستاذ مفرح عسيري على دعمه اللامحدود للفرق التطوعية، وأيضا أشكر قائدة الفريق مها الشريف على تحفيزها للفريق. شكرا أستاذ فاطمة، موفقين إن شاء الله. أعزائنا الكرام، كما تابعتم والأخ محمد في الاستوديو، هذه يعني كانت وقفة يعني قصيرة مع الجهود التي تبذل هنا في مكة المكرمة من فريق روح مكة التطوعي في مقر سكن الحجاج. شكرا لك تركي مجددا محمد. شكرا لك تركي، والشكر موصول للأستاذة فاطمة.